ساعات الجنس اللطيف للقر والشيشة ظاهرة ولنا كنشوفوها بزاف مؤخرا، الشيء اللي خلانا نوقفوا لحظة التأمل ونتسألوا واش السبب فيها هو الموضة والانحلال الأخلاقي. هادشي علاش سولنا المغاربة على رأيهم وكانت هذه هي ردود أفعالهم. فعلا ظاهرة ديال التدخين ديال الإناث بطبيعة الحال كما تقولوا أنها حتى من الناحية الأخلاقية ومن ناحية تظهر هذيك الأنثى مرجلة، تظهر هذيك الأنثى تخرجها على هذيك الأنوثة ديالها والأمومة، وهذا كيفاش أن الأنثى اللي هي الأم اللي بطبيعة الحال اللي غترضع وغتربي وهذا إلى آخره تدخن، ف تظهر ليا غير أخلاقية. كنعرف بنات مربين زعما وفهمتي وكيكميو، يعني غير يمكن حيت شافت صاحبتها كتكمي وهذا فهمتي، باش كتكون جالسه مع دي كوبين ولا دي كوبان بحال هكا في كافي كلهم كيكمي وهي ما جاتش ما تكميش، دونك هذه ما عندهاش اون بيرسوناليتي واخا مربيه ياك وكتبقى حريتها. هاد المساله ديال التعاطي للبنات بالدرجه الاولى مثلا المساله ديال المخدرات، يعني كتبقى هي ظاهره اجتماعيه، يعني من منظورهم مثلا بالنسبه للمنظور ديالهم مثلا كاستفسار لهاد الحاله هذا تيقولوا مثلا بالنسبه هما كيتناساو هاد المشاكل ديالهم بهذا الشكل، في حين مثلا النظره ديال المجتمع مثلا اولا النظره الشخصيه ديالي انا بالنسبه لهاد الناس يعني كتكون يعني نظره دونيه بواحد الشكل، يعني مثلا اللي ما فيها داك الشيء فيه مثلا واحد مجموعه من الاضرار اللي هي جسديه نفسيه اجتماعيه هكا. لا هي ماشي نظره عاديه وماشي نظره دونيه، حيت ما عنديش لو دغوا انني نحتقر شي واحد، وبالنسبه ليا كتبقى ماشي حريه شخصيه، زعما كنفضل انهم لما كون كانت عندي لا بوسيبيتي باش نهضر معاهم نقول لهم لا ماشي مخاصمش يديروا بحال هكاك، حيت كيبقى صافي غير نظرتي انا اليوم عاديه ولكن نظرت المجتمع كتبقى صافا با ديما ديك البنت اللي كدير هذاك الشيء كنبقاو كنشوف فيها لا راه هذيك ماشي بنت دارهم راه بنت زنقه، وطونك كدير داك الشيء تقدر دير حوايج اخرين صافا با زعما بحال هكا. لانهم دوك البنات ديال اليوم يعني ما كيحترموش روسهم وما كيحترموش الناس، وثانيا من التربيه ما كايناش، ولاو دابا الدريات كثر من الدراري، بالنسبه اللي ولاو فيها الدريات ولاو كيكميو كثر من الدراري، كشيشو كثر من الدراري، ولاو داير هاد النسبه تاع الدريات ولاو بزاف كاع، يعني ولاو خارجين الطريق بزاف. كتقولوا خارجين الطريق. النظرة ليا ونظرة المجتمع يعني هذيك البنت ما خصهاش تعمل داك الشيء، حيت بحال كيما تنقولوا تخرب الصحة ديالها وتتجني على المستقبل ديالها وبزاف ديال المسائل. أنا من المنطلق الشخصي ديالي كنشوفها فهمتي زعما كاينة ما عنده حتى شي معنى، حنا كمجتمع مغربي وداك الشيء ما فهمتي زعما كاينة ما كنتقبلوش البنت تكمي ولا دير الشيشة ولا كنبقاو محافظين، زعما كتبان لي راه انا ضد هذه الفكره هذه. صراحه كاينين شي بنات اللي هما مربين مزيان اللي كيقراو معانا يعني بون ايديكاسيون، ولكن مع ذلك كيمشيو يكميو كيمشيو القهاوي ديال الشيشه، يعني هذا الشيء ما كيبقاش غير في التربيه، هما كيكونوا مربين مزيان ولكن كتقول لك غير بليزير، جو تروف مون بليزير في هاد لو تروك اللي كندير، يعني واخا انها راه مزيانه وكنشوفها مزيان ولكن كتبقى خايبه، ديما كنقولوا ديك البنت راه ما مزياناش، واخا هي مع ذلك مزيانه ولا لا كنقولوا انها راه ما مزياناش ما كتسواش، كيف نظره المجتمع راه خايبه لاي بنت ما كدير شي حاجه اللي مزيانه اللي كتكون منافيه للمجتمع كنشوفوها حنايا خايبه. يا في النظر ديالي انا كنقص من واحد القيمه، انا كتعطيش واحد القيمه كنقص، ولكن ولات الدائره عاديه مؤخرا فهمتيني، ولات اي دريه الا ما جلستش وكانت الشيشه ما كتحلاش جلس. هذاك المجتمع اي انسان كيشوف هذيك البنت راه كتكمي يعني كيدير واحد النظره خايبه، يعني وقال ديك البنت شوف كيف دايره راه شمكاره راه كذا كذا وكذا كذا، يعني فوق يشوفها كيكتمي ايوا حنا في واحد الطبع خايب كندو على المظهر ديال الانسان، كنشوف واش الانسان في القلب ديالو اشنو، يعني كندو على المظهر ديالو. عادي انها تكمي حيت كل واحد حر في راسو، ودابا حنا في واحد الوقت اللي كلشي بحال يعني بحال الدريه بحال البنت، حنا في مجتمع شويه متخلف يعني ماشي متحضر فهمتي، يعني قليل اللي غادي يقدر يشوفها بهذيك النظره، ولكن بزاف ديال الناس غادي يشوفوها انها منحطه وانها هذا، ولكن انا كنشوف ان البنت اللي كتكمي ضروري اي واحد تيكمي تكون عنده دي ديبرسيون تكونوا بزاف ديال الحوايج فهمتي، بزاف ديال العوامل اللي كيخليو انه يكمي ولا. اغلب الناس تنكروا الظاهره وشافوها كتمس بسبعة البنت وأخلاقها،
وملي سولناهم علاش كنقبلوها من رجال وبنات لا واش يقبلوا الرجال يتزوجوا بهذا النوع من البنات، كانت هذه الاجوبه ديالهم. انا نقدر نتزوج بها ولكن ما غاديش نبغيها تبقى دير هكاك. علاش؟ على صحتها وعلى قبل الاولاد اللي غادي تولاد وعلى قبل بزاف ديال الحوايج. يعني الا كانت هي سيليباتير زعما ديال راسها ولا هادي تكمي بريه حره في راسها، هذا هو المشكل. علاش الراجل عنده الحق يكمي، عنده الحق يمشي كيف فين ما بغى؟ البنت لا، كنقولوا كتبقى بنت، كتبقى بنت اللي ما خصهاش دير هاد الحوايج. ولكن الراجل عنده لا ليبرتي باش يدير هادشي الا لو دووا دو فير سولا، ولكن حنايا اللي البنت دليلنا وكا. ولكن مع ذلك ما خاص البنت دير هادشي، البنت ديما خاصها تبقى محافظه على الانوثه ديالها. بالنسبه لـ 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 في العالم كامل المراه سواء في الشرق او في الغرب، المراه هي بحال ديك الشجره، هي الكل في الكل كما تقول المصريين. وتجي شويه ان هي المربي، هي المعلم، هي الطبيب، هي كل حاجه، تجي شويه ناقصه. اما بالنسبه للراجل حتى الراجل دابا الان انه اصبح بحال في لابيست، ما انا تنكون وليت دابا القهوه لا دخلت خصني نحترم نفسي ما نكميس، دخلت الحلابه، دخلت تتولي ان المدخل الان عندنا هنا في المجتمع المغربي انا راه ولات بحال في لابيس، بحال في الطاعون ولا هذا الى اخره. راه هكا تربينا من الصغار، من فهمتي لا باز ديالنا في البيت ديما كيديروا ديفرونس ما بين ولد وبنت، الدري خاصو يدخل اون غوتار، البنت لا. هكا الدري لا كيب شنو هو باش كيبرر؟ انا راجل، انا ما خسر والو. يعني واش نظرات المجتمع كيشوفوا دريها زكارو ماشي الا شاف بنتها زكارو، ميم سي دابا ما بقاش بروبليم كتشوفها عادي، ما بقيتيش كتشوف فيها. يعني سي فغي بدينا كن ولات مباحه، ولات عادي اون بلان بوبليك، غاده في لافاتور ديالها وشاده كارو عادي. ولكن الشيشه فيك يلاه دخلت غير سامو كتبقى شويه ناقصه. احنا فهمتي زعما كتربينا بحال هكا، كنمشيو للقهوه كنلقاو الراجل فهمتي كيكمي البنت ما كتكميش، فهمتي زعما ما كنتقبلوهاش من الصغر ديالنا هكذا. دابا عليك انا ما نتقبلش زعما نتزوج وحده فهمتي شكون تتكمي الكارو، انا ما كنكميش وهي غتكون كتكمي غتجي شويه ناقصه. سورتو بنت ونورمالمون حتى الدري راه نظره خايبه، ولكن فهمتي الدري كيبقاو يقولوا ديما هذاك راه راجل، هذاك راه راجل، والبنت ما خصهاش تكمي، ما خص ايما نورمالمون راه بجوج وما خصهمش يكميو. الراجل ماشي بحال البنت، هي في الحقيقه ما مزيناش لكل شيء، هذه الافه خطيره على كل شيء، ماشي للمراه ولا الراجل، هي ما تصلحش لهم كلهم. يعني ماشي في صالحهم بجوجهم. متفق معاك، هذا كيستيون زوين، ولكن فهمتي البنت حنا كنعطيوها واحد فهمتي البنت يعني خصها تكون واحد الجوهره عندنا فهمتي، ما نفزدوهاش. البنت راه كمثال واحد الجوهره عندنا خصنا نحافظوا عليها، ماشي نعطيوها الكار. يعني دري نقدر نقول لك دري عادي من زاد اصلا هو في المتاعب، يعني راه زاد الكار عادي راه غيزيد شي حاجه قليله. اما الدريه لا، الدريه كتبغي تحافظ على الجمال ديالها، كتبغي ديما الدريه تشوفها زوينه، واخا تكون انت خايف ديما تشوف الدريه ديالك زوينه فهمتي. ياه ما نكذبش عليك، نقدر نتزوج غير كنت كنبغيها عادي، كنت كنبغي نتزوج، ولكن مع المهم نقدر انا نحاول فهمتي نحاول نبعدها من ذاك الكار ونبعدها من الشيشه فهمتي، بالاراده ديالي والاراده ديالها اللي تعاوننا. ايوا الراجل راه ديما كيبقى راجل، راجل طبيعة الحال راه يكمي يدير كل شيء، من كتب البنات راه شي صعيبه. ودابا الراجل كيبغي راجل، ولكن الدريه راه كتعرف الدريه كتبقى دريه باينه ديال لا كنت انا لا كانت كتكمي شي واش كندير انا خاصني ندير كل شيء. هي كاينه ديك المساله الذكوريه او من هذا الجانب هذا، مثلا كنقبلوا مثلا الراجل ممكن يتصرف مثلا كيف تنقول في تعاطي المخدرات وهذا، في حين المراه لا. هي مساله بحكم ان المغرب يعني كبلد اللي هو اسلامي وكذا، يعني مجتمع ذكوري يعني هكا، بحكم المجتمع الذكوري كيقبل هذه المسائل على الراجل، في حين على المراه لا. يعني المراه كتبقى في ذاك الجانب اللي هو في اطار محافظي، يعني كنشوفوا ديك المراه هي النواه ديال الاسره وديال هذا وديال هذا، يعني ما تنقبلوش منها التصرفات هذا ولا. في حين الرجل مثلا ممكن يمشي لديك المساله ويقلع عليها او شيء من هذا القبيل. ما نقبلش ان مثلا تزوج بشي مراه هكا اللي كتكون كتعاطى المخدرات وهذا، يعني بهذا صراحه، لان كيف قلت لك يعني الراجل تيقلب على المراه في اطار المحافظ، يعني تكون مراه صالحه. الراجل راجل ماشي بحال البنت، لانه الراجل هو عنده حق باش يكمي وعنده ما عندهاش حق. علاش؟ حيت البنت خصها تكون محترمه من ناحيه كل فهمتيني، من ناحيه الانسانيه ديالها خصها تحترم راسها وخصها تعرف شنو هو المستقبل ديالها كيفاش غادي يكون وكيفاش هذا، ماشي بحال الراجل. الراجل حر ديال راسه، اللي بغى يديرها كيديرها.
التدخين عد